مشاهدينا. بشكل عام برج الميزان مرن بيتقن المناورات والمحايلات. في ناس بيشوفوه منافق، بس يلي بيعرفه مزبوط بيعرف انه جزء اساسي من شخصيته انه يكون مناور وسياسي. بس هالصفة معقول تنقلب عليه بحال استعملها بالطريقة الغلط، خاصة لما يعمله ومع رؤسائه. مزاجه معتدل بشكل عام، بس طبيعته الهوائية بتضل مسيطرة عليه ببعض الأوقات. معتدل بتفكيره وبيهتم بأمور الغير، ما بيضل بس همه حاله. أغلبية مواليد برج الميزان بيعانوا من العصبية الزايدة يلي بتروق بسن النضوج مع تحمل المسؤولية. طروني بكرة أخبركن عن صفات الرجل من برج الميزان، وهلأ بلش توقعات الأبراج 12 مع برج الحمل. إذا فشلت بأمر معين اليوم ما تشك بقدراتك، ظروف خارجية لعبت دور بهالأمر، احتفظ بطاقتك وخلي الأمور تاخد مجراها الأساسي. قريباً بتنفتح أمامك أبواب لفرص جديدة، وبيكون الوقت مناسب لتستخدم كل قوتك وطاقتك. برج الثور ممكن تمضي على عقد جديد مع شخص عنده خبرة أكثر منك، فانتبه منيح على كل التفاصيل وما تتسرع. عاطفياً الشريك بحاجة لك كثير هالفترة، فما ترفض له أي طلب وكون حده. برج الجوزاء شكوكك كثيرة كانت عم تأثر على تفكيرك بالفترة الأخيرة، وما كنت عم تقدر توصل لأي قرار. حالياً الأمور صارت أوضح ووصلت لتوازن بيسمح لك تتخذ قرارات صحيحة، رح تقدر تشوف المشاكل بنظرة مختلفة وإيجابية. برج السرطان زملائك بالعمل بيتمنوا يشوفوك عم ترتكب أخطاء، ما تهتم لهم، فأنت مميز بكل تفاصيل عملك وبارع. أما أمورك العاطفية فمش مستقرة، وبتركز انتباهك كتير على تصرفات الشريك وأفعاله. منكفي أبراجنا مع برج الأسد. الأمور عم تصعب بالعمل، لازم تقبل المساعدة من زملائك تيخف الضغط عنك. نهار صعب كتير، بتواجه مشاكل شخصية كمان، فكون صبور. قريباً بتنحل كل المشاكل وبتستمر بمشاريعك بنجاح. برج العذراء بيخليك هاليوم تكون منفعل أمام بعض الأحداث، بيظهر تجديد بأوضاعك وتغيير بظروف حياتك. أما عاطفياً بتحاول تحسن علاقتك مع الشريك، بس حاسس أنه هالمحاولات ما عم بتفيد، فبحث عن الأسباب الأساسية. برج الميزان المشروع اللي انطلقت فيه عم بحقق لك مردود مالي كتير كبير، وسع عملك وشارك مشاريع جديدة، حافظ على تقدمك وما تخلي الكسل يسيطر عليك. بخصوص حياتك العاطفية، الشريك عم بيركز كتير على تصرفاتك هالفترة من بعد الخطأ اللي ارتكبته بحقه مؤخرا. برج العقرب حق يلي بتطمح له من دون ما تقوم بأي مجازفات أو مغامرات منا مدروسة. بتواجه أزمة بتسبب لك خيبة أمل كبيرة، بس حاول تتخلص منها بسرعة لتتجنب آثارها السلبية على حياتك. برج القوس مرقت بتجربة صعبة كتير غيرت لك كل مسار حياتك، وحتى غيرت لك شخصيتك وطريقة تعاملك مع الآخرين. كل مستغرب من تصرفاتك، بس متفهمين كل الأمور اللي صارت معك وخلتك تتغير. برج الجدي منك قادر تحدد الأهداف يلي بدك تحققها اليوم، ضايع وما عم تركز على أي عمل. مش من ضروري تاخد قرارات بهالنهار، دور تيتوضح كل شيء أمامك. برج الدلو من بعد ما حاولت كل الطرق تستعيد نجاحك ما قدرت توصل لمطرح، فقدت الأمل وسيطر اليأس عليك. أنت بحاجة لمساعدة من أحد المقربين منك تيوقف حدك ويرجع لك الأمل على حياتك، وحاول تساعد حالك كمان لتتخلص من هالوضع. برج الحوت تصرفاتك غريبة كتير اليوم، عم تتسرع بكل الأمور اللي عم تعملها. ابتعد عن التهور وحاول تكون هادئ، ما تخلي طيبة قلبك تأثر على قراراتك. أما عاطفياً تندم على تصرف قمت فيه خلى الشريك ينأذى منك. بالنسبة لمولود اليوم فهو عنيد طموح وبيقدر يوصل لأعلى المراكز. حنون كتير وطيبة قلبه بتسبب له مشاكل، متردد بقراراته، صريح وبيبحث دايماً عن الحقيقة. من مواليد اليوم المغني والممثل البريطاني تشين وورد. ولد تشين عام 1984 ببريطانيا، وانعرف من خلال فوزه بالموسم الثاني من برنامج اكس فاكتور. أول أغنية له كانت بعنوان That's My Goal، وحققت نسبة مبيعات عالية جداً من أول نهار. من أبرز أغاني اللي لقت نجاح كبير No Promises و Stand By Me.
هذا كان كل شيء لليوم، وش يدينا بريك صغير ومنكفي من بعض، وانتي في لايف مع واتس ان ام تي في.